يقول جوردان بيترسون: من أهم مهماتك تجاه طفلك هي أن تجعل الطفل مقبولا اجتماعيا بحلول الأعوام الأربعة من عمره. ويقول عالم النفس الإنجليزي هاتفيلد: الطفل في السنة الثانية عالم وفي الرابعة فيلسوف. إذن طفلك يكذب، أنت شديد المحاسبة. طفلك يسرق، لم تعوده على العطاء. طفلك ضعيف الكلام، أنت لا تحاوره إطلاقا. طفلك لا يمتلك الثقة بنفسه، إذن أنت لا تشجعه إطلاقا. طفلك جبان، أنت تدافع عنه كثيرا. طفلك لا يحترم الآخرين، إذن أنت لا تخفي صوتك أمامه. طفلك غاضب طوال الوقت، أنت لا تمدحه. طفلك بخيل، أنت لا تشاركه إطلاقا. طفلك يعتدي على الآخرين، إذن أنت عنيف معه منزليا. طفلك ضعيف الشخصية، أنت تهدده كثيرا. طفلك يغار لأنك أهملته. طفلك يزعجك، إذن أنت لا تقبله ولا تأخذه بين ذراعيك. طفلك لا يطيعك، إذن أنت كثير الطلبات. طفلك منطوي منعزل، إذن أنت مشغول عنه دوماً.